ألف مبروك، فاز النادي الأهلي على نادي اطلع بره من جنوب السودان 9-0. هذه هي النتيجة النهائية لهذه المباراة، ولكن تظل النتيجة النهائية 9+4 في مباراة الذهاب ليفوز النادي الأهلي على نادي جنوب على نادي اطلع بره من جنوب السودان 13-0 بمجموع المباراتين. ألف مبروك، تأهل النادي الأهلي للدور التالي. نتيجة كبيرة جدا جدا وأداء مذهل الحقيقة لكل لاعبي النادي الأهلي. كل اللاعبين تألقوا اليوم، كل اللاعبين من الواضح أن كان هناك بعض الضغوطات على معظم اللاعبين، ولكن النهاردة كل اللاعبين بيلعبوا من غير ضغوطات. أحمد فتحي ناحية اليمين، محمود وحيد ناحية الشمال، حاجة جميلة جدا جدا. ألف مبروك. صلاح محسن في الدقيقة 6 هدف المباراة الأول، حسين الشحات في الدقيقة 19، ثم صلاح محسن يعود مرة أخرى في الدقيقة 40 هدف المباراة الثالث، وأحمد فتحي بيحرز هدف المباراة الرابع في الدقيقة 45، حسين الشحات بيعود مرة أخرى ويحرز هدف المباراة الخامس في الدقيقة 46، حمدي فتحي بيحرز هدف المباراة السادس في الدقيقة 54، ثم حسين الشحات هدف المباراة هدف الشخصي الثالث له والهدف السابع في عمر المباراة في الدقيقة 60، وحمدي فتحي بيعود مرة أخرى يحرز هدفه الشخصي الثاني والهدف الثامن للنادي الأهلي في الدقيقة 67، ثم مصطفى سليم بنيران الصديقة في الدقيقة 81 لتنتهي هذه المباراة بتسعة أهداف مقابل لا شيء. ويتألق الحقيقة كل لاعبي النادي الأهلي فيما عدا علي لطفي، بس ما شفناهوش الحقيقة خالص طوال أثناء المباراة. ألف مبروك يا كابتن شريف، ألف مبروك يا كابتن أسامة، ألف مبروك يا كابتن بلال. يعني نتيجة معبرة عن شكل المباراة. معبرة عن